في الموضوع على طول، وما هي انطباعاتك بعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد؟ بص تعال تشوف انطباعاتي، خش على حسابي على تويتر او فيسبوك. انا طول ما انا قاعد بكتب، يعني احيانا الواحد بيبقى منفعل بشجع. ايوه انا قاعد في مدرج، بس المدرج ده مش في الملعب. ايوه المدرج ده في البيت عندي. ومعايا طبعا ولادي وبتاع ده، فاحنا قاعدين في زيطه برضه في المدرج، يعني بكل الانفعالات يعني. فكل شويه بحاول عايز اشجع، عايز اتكلم، فبقول يعني فرحت طبعا بالشوط الاول، شوط كويس. الاهلي كان فيه مسيطر تماما، الدفاع يعني اي واحد عارف كوره في عارف ان فرق شمال افريقيا وعارف ان الوداد هيجي هنا بيعمل ده، وده حق مشروع، لان الفرق المصريه ايضا بتعمل ده تقريبا في معظم مبارياتها بره الارض. بمعنى ايه بتعمل ده؟ مشروع ما يعني زي يعني ما حدش بيقول ان الوداد لازم هنا يلعب كوره ويفتح جيم. ما حدش بيقول كده يعني. صحيح. انما الشوط الثاني انا بشوف ان الغلطه الكبيره اللي غلط فيها الاهلي حاجتين. نمره واحد، يعني انه الاهلي ظن ان هدفين بعد الدقيقه 59 بهدف كهربا، ان هدفين دول كفايه، وان الفريق قادر ان هو يسجل هدف ثالث ورابع، ان الماتش بقى سهل جدا. ده ما كانش حقيقي. ترتب على الخطأ ده الذهني خطأ تاني فني، ان الفرقة فقدت تركيزها تماما، وخصوصا خط الوسط. خط الوسط وسط قلب الملعب بتاع النادي الاهلي فضي. اللعيبة تاهت واللعيبة وقفت للسبب الاولاني، ان الماتش بقى سهل وده مش حقيقي، ووقفت لان يعني يمكن التفسير ان هم تعبوا نتيجه للجهد الكبير جدا اللي اتعمل في الشوط الاول. لانك انت لما حتى بتبقى يعني عمال تهاجم تهاجم تهاجم، والفرقه اللي قدامك بتدافع وبتدافع بشراسه وبقوه وبالتحامات، انت بتنهك بدنيا، وانت مضطر ومتوتر، لانك عايز في ذهنك فكره انك لازم تحط ثلاث اهداف اربع اهداف عشان تضمن الماتش الثاني. فده عمل انهاك شويه للعيبه النادي الاهلي. بس الحقيقه السبب الرئيسي ان بعد الهدف كهربا اللعيبه حسوا ان الماتش سهل وان ممكن تجيب الثالث، او اكتفوا بالهدفين، وابتدى كل واحد اكتفوا بالهدفين، وابتدى كل لعيب في الاهلي هو اللي عايز يجيب الثالث، هو اللي عايز يجيب الهدف الكبير يعني. لا، فده عمل الفجوه اللي في القلب. طبعا في خطا دفاعي اللي هو سبب الهدف، مركب جدا ده من معلول، ومن طبعا عبد المنعم، ومن ياسر، ومن اليو ديانج، وكمان من خط الوسط، لان الشوطه واللعيبه الوداد الثلاثه اللي فاضيين على ال 18 ده مش لازم يبقوا فاضيين ابدا في الحته دي في المكان ده ابدا يعني في الوقت ده. الاهلي بعد 2-0 كان لازم يلعب بتركيز وحتى يقفل. وبعدين في الماتشات النهائيه دي ما ينفعش ابدا ترجع لورا عشان تقفل، لازم تقفل من نص الملعب. صح. اللي هو بدايه ملعبك. لانك لازم تحرم الوداد من ان هو يدخل الملعب بتاعك. صحيح. للاسف الهدف ده كهرب الماتش بتاع العوده جدا. صحيح الاهلي من الممكن قوي انه يكون الماتش بالنسبه له هناك عنده فرصه انه يسجل، لان هيبقى فيه مساحات والوداد هيهاجم بشراسه من اول دقيقه، لان الوداد هو اللي محتاج يعوض الفارق. بس هو بالنسبه له ده هدف، واحنا كمان بالنسبه لنا هدف، وبالنسبه للاهلي هدف. يعني معنى كده هو كلمه كولر النهارده في التدريب اعتقد انها مهمه جدا للعيبه، اعتبروا ان الماتش اللي جاي هو النهائي من مباراه واحده بالظبط، عشان خاطر تقدر يعني تتعامل مع المباراه وانتوا كويسين، وانتوا يعني شجعهم طبعا يعني.